قال الله له، ترون في القرآن تجدون قل قل قل، وعلى رأسها الخاتمات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلو كان النبي مجتهدا لقال الله أحد، هذا اقتضاء. رجل بيقول لك قل لهم يأتوني غدا، فستذهب فتقول لهم تعالوا غدا، إنما تأتيهم فتقول قل لهم ائتوني غدا، بتقول يقول لكم ائتوني غدا، بس كيف تقول لهم قل؟ أنا قلت لك قل، فإذا فقل لهم يقول لكم. يعني تجدونها في سورة البقرة، إن الله أمركم أن تذبحوا بقر، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هلا واضح أن الله قال له قل لهم إنها بقرة لا فارض، قال إنه يقول، ما قالش موسى قل إنها بقرة لا فارض ولا بكر، قل إنها صفراء، قال إنه يقول، بينما نبي الله قل فيأتينا فيقول قل. هذا بتعلم الأمة هاي إذا النبي يقال له قل فيقول قل، الأصل ألا يقول قل، الأصل في حسبة الناس يعني، إنما جاء فقال قل، هذا يعني قل أنا وأنت. وآخر ثلاث سور في الكتاب قل، ولا نزال نقرأ قل هو الله أحد، ولا نقول الله أحد، ولا نقول أعوذ برب الفلق، نقول قل. ما هي قل؟ واضح؟ فهذا من الله حق علم ليعلمنا ألا نجتهد. يعني يقال إن أحد الرؤساء هم بيزعموا، وأنا يعني تعلمت عليهم الكذب، إنه كان يقول إنه ما تقولوا قل هو الله أحد، بيزعموا إنه القذافي قال، إن كان قالها فهو ضال، وإن لم يكن قالها فهم كذابون، إنه ما تقولوا قل لأنه الآية على كذا. فهذا اجتهاد هون القذافي. ليه بيجتهد؟ مش هي اجتهد زي ما بيجتهد المجتهدون، لأنه لو رأى العلماء لا يجتهدون لم يجتهد، بس رأى العالم الحق العالم الكبير الذي تقبل يديه يجتهد، فحتى تقبل يديه اجتهد مسكين. ولو أن العلماء لم يجتهدوا لم يجتهد، بس كل من فيك من رأي المجتهد فلان والمجتهد فلان، فبتصير تحوك بك نفسك لي تجتهد ولو كفرت ربك. مش هذا اللي بصير؟ طيب